وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أرواح الحجاج أمانة في أعناقنا أمام الله جل جلاله، وصية خادم الحرمين الشريفين. لا شريك لك لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أخص بجزيل الشكر خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك أخص بالشكر القافلة الطبية التي رعيت بلقائها وشرفت من خدمتها التي كانت لها عظيم الأثر علي. فقد تعرضت لحادث أليم بجلطة في الرئتين بسبب قدومي للحج بالسيارة، فالحمد لله لقيت كل الرعاية وتحسنت، وكنت أتمنى أن أكمل مناسك الحج، والحمد لله ربنا كرمني بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة وشملوني برعايتهم، واليوم ربنا أتمم علي نعمة الحج وتقبل الله منكم ومن جميع العاملين بالمستشفى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا المجال الجميل جدا، حقيقة مشاعر كبيرة جدا أن نحتفي بمرضانا في مدينة الملك عبدالله الطبية وباقي المستشفيات في هذه القافلة الكبيرة التي ضمت العديد العشرات، بل أعتقد أكثر من 100 حاج حاليا من منطقة مكة المكرمة. مدينة الملك عبدالله الطبية هذه أول قافلة تقوم بتنظيمها في هذا العام، عام 1431 هجرية، استمرارية لحرص وزارة الصحة على استقبال ضيوفها الكرام وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لهم وتمكينهم من أداء هذه الفريضة. الحجاج المرضى الذين تم تنويمهم في مدينة الملك عبدالله الطبية والذين هم معنا الآن حدود حقيقة هم 16 مريض، واحد منهم في الإسعاف والباقية في الباصات المتوفرة، اثنين فقط على سرر متحركة، أما البقية كلها على كراسي متحركة. والله الحمد الجميع ينعمون بصحة وافرة وبخدمات جليلة يقدمها الزملاء الأطباء والتمريض والفنيين والأقسام الأخرى، حتى الإعلام الصحي شاركنا في 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 هذه الخدمة الجليلة. نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا المجال، ونتمنى من الله عز وجل أن تكتمل الفرحة بالقبول بإذن الله لجميع حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم العظيم المبارك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حاج من دولة الكويت، أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الملك عبد الله على الإنجازات العظيمة اللي قام فيها لخدمة الحجاج، حتى في الطواف والسعي وفروا أجهزة كراسي تتحرك بالريموت كنترول،
وجزاه الله خير على العظمة هذه، وأن جعل جميع الخدمات الصحية مجانا لجميع حجاج بيت الله الحرام، ونشكره على بناء المدينة عبد الله الطبية الكبيرة اللي لا يوجد مثلها من خدمات في جميع دول العالم، لا في الغرب ولا في الشرق. ونشكر حكومة خادم الحرمين على الإنجازات العظيمة وعلى خدماتهم للحجيج على كافة الجنسيات والمواطن. لبيك اللهم لبيك. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لقد فضلنا الله في هذا اليوم الفضيل، أفضل يوم طلعت فيه الشمس، يوم عرفة، بمجاورة والسفر مع حجاج بيت الله ضيوف الرحمن الرحيم في عرفات. في الحقيقة إنه يعني الإنسان تقف الكلمات، ويعجز الإنسان عن التعبير عما في يعني ما يلوج في داخل صدره في هذا الموقف الرهيب. والناس كلهم متجهين، تركوا كل حياتهم وأتوا يعني في ثيابهم وكأنهم ذاهبون إلى العالم الآخر. شيء يعني يحرك شجون الإنسان ويذكره بيوم العرض الأكبر، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يسامحنا، وأن يغفر لنا ما للإنسان في حظ من هذه الدنيا في خدمة ضيوف الرحمن. وجزاكم الله خير. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد